نيسان متابعينا بفقرات صباحنا لليوم، ولكن رح ننتقل لحلب الشهباء، حلب الصمود، مع زميلتنا سلمى عودة المتواجدة بباب الحديد لترصد الأسواق القديمة بحلب. يسعد صباحك من دمشق لحلب يا سلمى. صباح الخير. يسعد صباحك سالي، صباح الخير إليك وصباح الخير لميسان ولكل مشاهدي الإخبارية السورية وبرنامج صباحنا غير. نحن حاليا موجودين بأحد أحياء المدينة القديمة عند دوار باب الحديد تماما. هي المنطقة من سنة ونص تم إعادة تأهيلها وتم إعادة افتتاح عدد كبير من المحلات التجارية والخدمية بهالمنطقة. عم نرصد حركة الحياة الطبيعية في هذه المنطقة، ورح نشوف بعض ايضا المحال التجاريه. من المعروف انه المحال تقريبا تبلش تفتح ابوابها من 9 صباحا بمختلف الاماكن، وهلا رح نشوف احد المحال اللي بيكون بالطبيعه فاتح باكرا. مرحبا، صباح الخير. صباح النور لكم. صباح النور. صباح الخير. قديه صار لكم راجعين لهون، وكيف الاجواء بمنطقه باب الحديد بعد ما رجعتوا تقريبا من سنه؟ طبعا جيده جدا انستي، طبعا اشكر الصحافه جدا. صار لنا تقريبا سنتين الحمد لله، مثل ما يكون شايفين كل شيء على امر الواقع، كل شيء جيد والحمد لله. يعني انتم اللي بتفتحوا الصبح بكير لانه كل الناس بتيجي تفطر؟ طبعا ترويض الصبح هي الفطائر، ترويض الصبح هي طبعا التجار، يعني المحلات التجاريه وسوق تجاري يعني معروف في منطقه باب الحديد. اكيد يعني نحن متعودين بالشام على نوعيه معينه من الفطاير، هون شفنا في شيء جديد بتتميزوا فيه بحلب، شو في انواع مختلفه؟ مثلا بيتزا، عندك مكسيكانو، عندك جبنه كرديه بالخضار، عندك بطاطا. هي جديده شوي عن اللي موجوده. نعم هي جبنه بالخضار تميز، عندك سجو، عندك شاورما، شيش طاو، طبعا جبنه بانواعها الخمسه. يعطيك العافيه ويعطيكم العافيه جميعا. نحن شكرا، نحن رح نكمل ونشوف كمان احد المحلات الثانيه وكمان. مرحبا، صباح الخير. صباح الخير، يعطيكم العافيه. مرحبا، كيفكم؟ اهلا وسهلا فيكي. هلا استاذ سلمى. نحن المحل اللي جنبكم فاتحين من بكير، تحكي لي هيك كيف الوضع بالمنطقه من وقت ما رجعتوا لهلا؟ كثير ممتاز والحمد لله، رجعه تصاعديه للعالم، رجعت الكهرباء، المي. بالنسبة لنا هون نفتح بكير مشان طلاب المدارس، مشان الرايحين على وظائفهم بكير، بيطلع صمن بكير، فطاير، يعني في شغلات هيك بيسألوا عليها الطلاب الصبح. اهلا وسهلا. كيف الامور هلا؟ يعني في تحسينات تقدمت، كنا عم نشوف بالمنطقه انه كان في تسهيلات ليرجعوا يفتحوا المحلات بشكل طبيعي. نعم الحمد لله رب العالمين، عم برجع كل شيء مثل ما كان اولي واحسن، بس بالتدريج، يعني من ناحيه الاهل، من ناحيه العالم، من ناحيه الشغل، من كل ناحيه، من كافه النواحي. يعني مي، كهرباء الحمد لله صارت موجوده مثل ما بقول، عم بتامن محروقات، عم بتامن كل شيء الحمد لله رب العالمين. يعطيكم العافيه. عافيك، اهلا وسهلا، شرفنا. يعطيك العافية. يعني في المحلات الموجودة هون أغلبها هي كان قديم ورجعوا مرة تانية بعد ما طبعا تم تطهير المنطقة، رجعوا مرة تانية لنفس المهنة اللي كانوا فيها. هذا المحل كان هيك سابقا؟ يعني هو نفسه مهنته، نفسه معجنات وفطاير وكعك وباتيفور وجاتو. جاتو عندك اللقون، عندك جاتو في البرود، تفرج على البرود. قد ايه قعدتوا تقريبا لحتى رجعتوا مرة تانية هيك رممتوا ورجعتوا من أول وجديد؟ شيء تقريبا 6 شهور. هلا صرنا سنه ونص، صرنا سنه ونص. ممتاز، غاز، مازو، الحركه هون رجع، حتى شفنا في بيوت بلشوا يرجعوا عليها. بلشوا يرجعوا البيوت رجعوا لبيوتهم، وان شاء الله سالمين غانمين ان شاء الله. شكرا لك ويعطيك العافيه. يسعد صباحك. مي سلامي وصباحي. مرحبا، صباح الخير، يعطيك العافيه. يا صباح الخيرات. قويك يا رب. كيف صار الوضع بهالمنطقه؟ حضرتك من سكان المنطقه ولا؟ صار لي سنه راجع من الهديه، بس بقى المي الحمد لله وصلت كويس، ورممنا البيت وزبطناه وبركنا فيه. الكهرباء اللي عند حوالينا اجت، بس لعنا هون بالحارات الحواش العربي لسه ما اجت لعنا الكهرباء. قدمنا شيء من شهر ونص، انا نحن وشي 15 واحد من الحاره مشان يضيق، ولسه يعني ما بين. ومع هيك رجعتوا يعني هلا بلشتوا، يعني نحن عم نشوف البيوت تقريبا، يعني برغم من انها اغلبها متضرر، بس رجعوا الناس والاهالي عليها. كيف السنه هيك عم بتشوفوا ذكرى الانتصار الثانيه؟ الحمد لله كثير مبسوطين انه رجعنا بخير وسلامه، ورممنا اللي حسنا نرممه وباركين الحمد لله ومبسوطين، وخلصنا من الغربه من اللاذقيه. يعني واحد صحيح نحن في بلدنا وبنفس البلد،
بس بقى بيتم الواحد بيته غير شكل. يعني كثير انسرين انا الحمد لله، والله يعطيكم العافيه ويسلم دي. شكرا، يعطيك العافيه. سلامي اهلين، يا مرحبا، اهلا وسهلا، يعطيكم العافيه. الله يعافيك يا رب. يعني مثل ما عم بتتابعي معي سالي وميسان، الحركه الاعتياديه والطبيعيه، بيقدر زميل سائر بعدسته يفرجيك كيف البيوت هون رجعت شوي شوي، برغم من انه اغلبها متضرر كان لنسبه كبيره باعتبار هذا الشارع كان خط تماس، ومع هيك رجعوا الاهالي بهي الحالة على بيوتهم. من أول ما وصلنا على حلب ونحن عم نلمس حالة الارتياح الموجودة، بعض يمكن المطالب، بعض الخدمات اللي لسه ما زالت عم بتعود شوي شوي، عم نحاول كمان نرصدها ببعض الأسواق والمحلات. هي كانت الأجواء في الصباح حلب من أمام منطقة باب الحديد، إضافة إلى شوية البردات. وبدي أرجع لك سالي. نعم، يعني يا سلمى شكرا كثير لك، دفي منيح. تحيتنا لك ولكل اخواتنا واهالينا بحلب، حلب الشهباء، حلب الصمود، وحلب التحدي. شكرا كثير لك سلمى، يعني وتحيه ايضا للكادر الاعلامي اللي متواجد سالي هو بحلب لتغطيه ذكرى الانتصار الثانيه.